خلوه يقفل الباب ويروح. وشو الحل؟ خبير الشغلات اللي مثل هي سافر برا المدينة. ما في حدا تاني؟ عصبتني كتير. هي انت مجابك. انت اللي وعدتني اذا اجيت معك وقعدت هون بدك تعطيني يلي انا بدي اياه. يلا خلصني مو هيك؟ انت وعدتني ولازم توفي بوعدك. ولازم الرجال يكونوا قد كلمتهم. شو بها؟ اللي شو اللي عم بصير عمي؟ شو هالحديث المهم يلي عم تحكوا انت وياها مع بعضكن؟ ها؟ شو؟ ايه يا شقي انت ولد كتير شقي. ايه شقي ولد؟ ملهر. شو الحل؟ كلياني ما فيها تشارك بالحفلة هيك، وما فينا نهرب من الحفلة خاصة بعد ما عزمنا الناس هدول. النسوان رح يجوا بأي لحظة. وفي شغلة يا ملهر، إلغاء هاي الحفلة ممكن يسبب لنا كتير مشاكل. شو رح نعمل؟ لك أنا مليت منكن. شو قصتكن؟ على شو عم تتهامسوا؟ هاي طلب واحد بس اللي طلبنا منكن. شبكن؟ أتعرف إهدى. ايه انا رايح جيب لك. ايه كيف رح نرجعها لشخصية كلياني؟ قصدي لطبيعتها. بس لحتى نخليها تشارك بهاي الحفلة عندي فكرة منيحة. ها؟ يلا. أتعرف ليك اسمعني. أتعرف شبك مقدة صارت معي. حط ببالك شهادتها لموجدا رح تخليك تقضي كل اللي باقي من عمرك بالسجن. لهيك اسمعني، اعمل الشي اللي رح قلك عليه وشوف كيف رح ترتاح. لازم تلبس تيابها لكلياني وتتصرف مثلها وتشارك بهاي الحفلة. اسمع مني ونفذ اللي بقلك عليه، وإلا رح تقضي عمرك بالسجن. ايه معقول؟ لك انت شو صار لك؟ ليش؟ شبك؟ شو هذا اللي عم تقوله؟ مثلا كيف كلياني صارت طويلة؟ انت غريب. ليك اسمعني بس، خليني انا اللي اتصرف وما تاكل هم. بس اذا حياتك الى قيمة عندك تعمل مثل ما رح قلك بالضبط، وإلا السجن ناطرك. ايه ماشي. يلا نطلع مع بعض. مع بعض ما؟ مع بعض مع بعض مع بعض. خد اسمعني، في حال غلطت رح سجل شهادة موجدة وحطك بالسجن.